الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. اخوتي الكرام، ابواب الشهادات. وصلنا الى الحديث، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني وهو ثقة ثبت امين. وقلنا ليس في الكتب الستة احد اسمه قتيبة الا هذا القتيبة. قال: اخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، مروان ابن معاوية الفزاري ثقة حافظ وكان يدلس في أسماء الشيوخ وأرى له الجماعة. قال: حدثنا يزيد، أو قال عن يزيد ابن زياد الدمشقي، قال عن يزيد ابن زياد الدمشقي. الحق بأن يزيد ابن زياد هو الذي تعصب به الجناية. الحديث هذا حديث ساقط، حديث لا يصح، ضعيف جدا. والسبب الرئيسي هو يزيد ابن زياد الدمشقي لأنه متروك. قال عن الزهري، هو محمد بن مسلم وهو الثقة السبت الأمين، حافظ فقيه متفق على جلالته وإتقانه، ومع ذلك لم يسلم أن تكلم عليه الناس بسبب قربه من السلطان. قال عن عروة بن الزبير، وهذا تابعي عن تابعي، لكن تابعي صغير يروي عن تابعي كبير. عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير وهو يعني من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا محدثا فقيها، كما قال ابنه: كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما. قال عن عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، قال عنها الإمام الذهبي: هي أعلم نساء العالمين بلا منازعة، هي أعلم نساء العالمين بلا منازعة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر ولا ذي غمر لحنة أو لإحنة من الإحن التي فيها البغضاء ووغر الصدور. قال: ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل بيت، يعني الذي يكون تابعا لهم، فالتبعية تجعله أصالة من الذين يريدون الانتفاع. قال: ولا ظنين، أو قال: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قال الفزاري القانع التابع. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد دمشقي، وهذا إظهار لضعفه. ويزيد يضاعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده. والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته، واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد، فلم يجزئ أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد، كل ذلك من كلام الترمذي. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد جائزة. وسنرى الآن، لأن العلماء قالوا: لا تجوز الشهادة على الآخر إن كان في بينهما ما بينهما. قال: ولم يختلف شهادة الأخ لأخي أنها جائزة، كذلك شهادة كل قريب من قرابته. وقال الشافعي: لا يجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: لا يجوز شهادة إحنة أو إحنة، وراء إحنة يعني وغر الصدر بالعداوة البغضاء، يعني صاحب العداوة. وكذلك معنى هذا الحديث: لا تجوز شهادة صاحب غمر، يعني صاحب عداوة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة، أخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي. فهنا قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة حسن الحديث. قال: أخبرنا بشر بن المفضل، وهذا من العباد من النبلاء وهو ثقة ثبت. قال عن الجريري سعيد بن إياس ثقة اختلط قبل موته، الجريري وسعيد بن إياس ثقة اختلط قبل موته، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعبد الرحمن بن أبي بكرة من الثقات، عن أبيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. وهذا حديث صحيح.
وأيضا في حديث أحمد بن منيع عثمان رأينا وثقات من الثقات عن مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأزدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس يعني عدلت شهادة أو عدلت شهادة الزور إشراقا بالله، ثم قرأ قول الله جل في علاه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وسفيان بن زياد الأزدي هو يكنى بأبي الورقاء الأحمري وهو من الثقات، وفاتك ابن فضالة مجهول لأنه الحديث فيه ضعف، الإسناد فيه ضعف، وذلك أن ترى بأنه يعني يشير الترمذي إلى ضعفه، لأنهم قالوا قد اختلفوا في الوقت هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف الأيمن بن خريم سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها انقطاع وفيها جهالة. طيب، إذا الحديث التي أتينا بها أول حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، وهذا حديث الحق ده لا يصح بحال من الأحوال، لكن قد نقول في بعضها ما قد اتفق العلماء عليه وفي بعضها ما اختلف العلماء عليه، لكن الحديث يعني ساقط متروك ضعيف جدا في زياد في يزيد بن زياد وهو متروك. لا تجوز شهادة خائنة خائن ولا خائنة. العلماء هنا قصروا الخيانة في خيانة الأمانة، لقول السلام أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، والخيانة الخيانة في البيع والشراء أيضا من الغش تدخل تحت الخيانة، والصحيح الراجح أنها أعم من ذلك، فالخيانة لله ولرسوله تدخل في هذا الباب، والخيانة للعباد تدخل من هذا الباب، فالمرء في معاملاته بين أمرين، بين معاملة بينه وبين الله جل في علاه، ومعاملة بينه وبين عباد الله. المعاملة بينه وبين الله فهي هذه الخيانة التي معاملة بينه وبين الله، فإن خان فيها بنشر البدعة، كمثلا بالتقاعس عن الواجبات، كمثلا اختلاف الوعد والعهد، فهو الحق بأن الخيانة أصلها وأعظمها الخيانة لله ولرسوله هي التي هي أعظم من ذلك. فإذا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، فهو الخائن في معاملته مع ربه جل في علاه، قال الله جل في علاه إن عرضنا الأمانة، فإذا هذه دلالة واضحة جدا على الإفاء أو الخيانة، إن عرضنا الأمانة على سماوات الأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بخيانته الله ورسوله. زيك الله تعالى قال لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم، والخيانة في معاملة العباد كما بينا في ذلك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لذلك يقول البعض بأن الخائن هنا المقصود به الفاسق، هو الذي يعني أتى الكبائر وأصر على الصغائر، وطبعا الصحيح راجح كما بينا قبل ذلك هو الذي أتى كبيرة وجاهر بها، يعني لا يكون فاسقا بإتيان الكبيرة بمجردة، بل نقول أتى بالكبيرة وجاهر بها. والخيانة أيضا تكون في حقوق العباد. قال ولا مجلود حدا، ولا مجلود حدا بعض العلماء يعني قيدها بحد القصف، قال مجلود حدا بحد القصف، وطبعا حد القصف تعلمون في الآية بأنه لا تقبل شهادته ما دام قاذفا، كما قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فهذه كما قال الله جل وعلا ولا تقبلوا شهادة أبدا على أن القاذف لا تقبل شهادته، القاذف لا تقبل شهادته، والله تعالى قال وأولئك هم الفاسقون، لكن قال إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طبعا مقتضى أن الله غفور رحيم يعني تقبل توبتهم، قبلت توبتهم، وأيضا بأنهم أزيل عنهم اسم الفسق وتقبل شهادتهم، وهذا المسألة مسألة خلافية بين الأحناف وبين الجمهور، جمهور الأصوليين، والأحناف خالفوا في ذلك في مسألة الجمل المتعاطفة، فالترجع يرجع الحكم فيها للجميع أم لا، يرجع الحكم فيها للجميع أم لا. فقال ولا مجهود حدا، طبعا قول الراجح وقول الأئمة الثلاثة بأنه إذا تاب يقتقبل شهادته، والدلع ذلك واضحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان قد يعني قذف المغيرة بن شعبة ووافقه الثلاثة، غير أن الرابع لم يتكلم بنفس الكلام بأركان المسألة، فقال عمر الخطاب بعدما جلدهم جلد أبا بكر قال توب الآن أقبل شهادتك، توب الآن أقبل شهادتك، قال والله لا أرجع عما قلت به،
قال أبا بكر طب، وعمر ولدي بعدما جلد وقال له طب طب الآن، قال لا لا أرجع عن شهادتي أو لا أرجع عما قلت. لكنه هنا دلالة واضحة جدا بأن فيها اتفاق من الصحابة بأنه قال طب أقبل شهادتك، ففيها أن الجملة المتعاطفة الحكم راجع على الجميع، وأن الله جل في علاه قال إن الله غفور رحيم، بمعنى ذلك أنه أيضا تقبل شهادته. قال ولدي غمر، ولدي غمر يعني كعداوة وحقد. فطبعا هنا الشهادة من حاقد على حاقد، إن كان حاقدا إن كان حاسدا، إن كانت العداوة بينه وبين أخيه فإنه إذا يعني فإنه إذا يعني شهد عليه فلا يشهد عليه بما يسره، بل يشهد عليه بما يؤذيه، ويشهد عليه يعني هذه عداوة. العداوة تظهر فيها في هذا الباب، يكون حاسدا يكون حاقدا، يتمنى له الزلل، فإن وقع الزلل ورآه وتملك لم يعمل بقول سلم يا سلمة ملكت فاسجح، ملكت فرفق، ملكت فاسجح، لا هو ملك فلا بد أن يقتل للعداوة وللحسد أو بما بالإدمار في القلوب. فسبحان الله، الله له حكم ليخرج مكنون القلب، الله له حكم بما يحدث ويقدر على العباد ليخرج مكنونات القلوب. فهنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي له عداوة مع أخيه لا تقبل شهادته فيه، الذي له عداوة مع أخيه لا تقبل شهادته فيه. قال ولدي غمر، طبعا هذا الحديث كما قلنا متروك، لكن هناك من المسائل التي تكلم فيها الحديث متفق عليه بين الصحابة ومنهم ما هو مختلف فيه. ولدي غمر يعني حقد وعداوة، ولا إحنة، وهي أيضا الإحن التي تملأ الصدور من الحقد والحسد والغوائل وأيضا العداوات. لذلك لم يقبل لا يقبل شهادة صاحب العداوة في قلبه لأخيه. وكما الأخت أو الأخ جهاد أتى بغمر لأخيه، فهذه في بعض النسخ، وبعض النسخ قال ولغمر هكذا مطلقة ولم يقيد بأخيه. ولا مجرب شهادة، يعني إيش مجرب شهادة؟ يعني واحد يجرب الشهادة لا نقبله، شهد مرة مرتين لا نقبله، ما معنى ولا مجرب شهادة؟ ممتازة أو ممتاز، ممتازة جهاد، ممتاز، ممتاز يا بشار، ممتاز. مجرب شهادة يعني جرب عليه الكذب في الشهادة، جرب عليه الكذب في الشهادة، وشهد شهادة زور، هذا بمعنى ولا مجرب شهادة لا يقبل لأنه كذب وقد علم منه الكذب ولم تعلم توبته. لابد أن نزيد في ذلك، شهادة زور ولم تعلم توبته أو لم يتوب. نعم 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 شيخنا، نعم ربنا أحفظك أمجد. قال ولا مجرب شهادة ولا القانع لأهل البيت. القانع لأهل البيت هو كخدم أهل البيت، أن يكون خادما، أن يكون تابعا، أن يكون عاملا عندهم، أن يكون أجيرا لهم. فطبعا هو أجير في إفادة، في استفادة، يعني هو سيستفيد منه. فهذا الذي صفته هكذا فإنه لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن هذه الشهادة يظن فيها أنه يرتجي منها ما يأتي بعدها من مصلحة. وتعلمون حتى في هذا الباب أن الشرع قد منع أخذ الهدية أو أخذ شيء على الشفاعة. قال الشفاعة تؤجر ويقضي الله على الإنسان به ما يشاء، هي عبادة، فليأخذ منها فليأخذ أجر مقابل ذلك. وهناك حديث وأن يختلف فيه العلماء بأنه من أخذ شيئا على شهادته أو على شفاعته فقد فتح بابا كبيرا عليه من أبواب الربا. وهنا يعني الحق بأنه إن كان تابعا أجيرا فهذا سيفتح بابا عليه، سيفتح بابا من النفع له في هذا الباب. وهنا نرى أن الجماهير يرون أنه لا تصح الشهادة، شهادة القانع لا تصح منهم الشفعية، وهذا عمل منهم بسد الذرائع وإن كان في أصولهم لا يقولون بها، وهذا عمل منهم بسد الذرائع وإن كانوا لا يقولون بسد الذرائع. لكن الحق لو نظرت في كثير من المسائل فهم يستعملون سد الذرائع ويعملونها ويطبقونها عمليا. وفي قولي ولا ظنين، يعني ولا ظنين الذي يظن به أنه يعني يفعل ذلك محاباة، يفعل ذلك ولاء، يفعل ذلك لقرابة، فلذلك قالوا أنه مردود أيضا. أو في قولي أو ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، يعني قاطع الولاء أو مدعي ولاء، يعني إذا كان مدعي ولاء فهذا كذب فلا تقبل، وإن قاطع وإن كان قاطعا فهذا أيضا فاعل كبيرة فلا تقبل شهادته، فلا تقبل شهادته. لذلك قال الإمام
الترمذي وهذا حديث غريب. والحديث أخرجه الدقني والبيهقي وفيه زيادة ولدي غمر لأخيه. وكما قلنا تعصب الجناية بهذا الحديث بيزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك. وأبو زرعة قال فعلا هذا حديث منكر، وضعفه أيضا ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي في قوله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود برفض لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ولا وأيضا طرد شهادة القانع لأهل البيت. وهذا الحديث رواه ابن ماجه. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بلفظ لا تجوز شهادة ذي الظن ولا ذي الأحنة. وروى الحاكم والبيهقي وفي الباب أيضا من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نحو حديث عائشة أخرجه الدرقطني والبيهقي وفي إسناد عبد الأعلى وهو ضعيف. شيخ يحيى بن سعيد الفارسي وهو أيضا ضعيف قال البيهقي لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أجمل فيه القول الإمام البيهقي لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أيضا عن عمر لا نقبل، وهذا عن عمر يعني فيه كما قلنا ما يبين أن بعض هذه الأنواع قد تكلم فيها العلماء. وعن عمر قال لا تقبل شهادة ضنين ولا خصم. وقد قال الإمام مالك في الموطأ وموقوف وهو منقطع أيضا. وفي قول الإمام الترمذي ولا نعرف معنى هذا الحديث أي معنى قولي ولا ضنين في ولاء ولا قرابة كما بينا بأنه إما قاطع وإما مدعين. وأما في قول المصنف رحمه الله تعالى والعمل عند هذا على أهل العلم في مسألة القرابات قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث واختلف أهل العلم في شهادة الوالد والدي. وهذا الاختلاف كما قلنا لمظنة أنه يحابي الوالد أو يحابي الولد، يعني الوالد يحابي ابنه والابن يحابي أبيه. لذلك لما كانت مظنة هنا العلماء اختلفوا في قبول هذه الشهادة أو رد هذه الشهادة. فمنع من ذلك الإمام الشافعي والأحناف وهو قول مالك أيضا وهو قول الثوري والحسن البصري، قالوا بأنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الوالد لوالده لأنها مظنة المحاباة والقول الثاني قول لعمر بن عبد العزيز وابن المنذر رجحه ونسبوه قولا للشافعية أيضا وهذا قول ثاني له، وهو قول عمر بن الخطاب بن جريج بأنه تقبل شهادة الوالد في ولده والولد في والده لعموم قول الله في علاه ذوي عدل منكم فهذه العدالة، لكن الحق الأسلم سد الذريعة وحسم المادة حتى لو كان من العدالة بمكان، فقد وقد والنفس تهوى وقد تميل ولا يستطيع ردها الإنسان. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت العزيز الأكرم. والصحيح في ذلك كما قلنا هو قول المانعين حسم المادة وسد الذريعة، فالمسألة ليست بالهينة. والشافعي أيضا يقول لا يجوز شهادة الرجل على الآخر إذا كان عدلا إلا إذا كان بينهم عداوة، يعني هو يقول لا تقبل شهادة الرجل في خصمه مع أن العدالة متوفرة، قال لأنها مظنت الضرر فيها مظنت الضرر، وهنا حسم المادة لم يشفع ومنع ذلك، فالآن يمنع من هذا هنا من باب أولى. ولذلك الحديث الرواية لا تقبل شهادة خصم على خصم. ولذلك الحافظ حسن أو صح إسناد هذا الحديث. الحديث الذي يلي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر. ففيها مسائل، المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر دلالة على أن السيئات فيها كبائر وفيها صغائر وفيها أكبر الكبائر، فيها صغائر وفيها كبائر وفيها أكبر الكبائر، والدلالة على التفصيل قول الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقول الله جل في علاه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم من المعاصي إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهنا المسألة هنا واضحة في هذا الباب في التقسيم، وهي إلى كبيرة وهي أكبر وأيضا إلى كبائر، وأكبر الكبائر ما بيانه الإنسان في هذا الحديث ألا أخبركم بأكبر الكبائر. ألا أخبركم هي جذب الانتباه، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب لتشويق القلوب والنفس حتى تعي ما يقال فتعمل به. ألا أخبركم وأنتم تستمعون، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وهذه فيها الإرهاب وفيها الفزع وفيها التخويف على أنها أكبر الكبائر، وهذه أيضا أكبر الكبائر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إشارة على أنه لا تقبل شهادته
ايضا لا لا يكون في المشيئة، بل قل اذا اتى باكبر الكبائر لا يقبل ايمانه، بل ايمانه مهدوم وخرج من دائرة الاسلام كما سنبين. قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله. وهنا عندما نرى ان النبي يقول الا انبئكم باكبر الكبائر، طرح السؤال اراده الاجابه، من هذا فتح باب العلم، من هذا فتح باب العلم. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال: الاشراك بالله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله، وهذا اعظم الكبائر واكبر الكبائر واظلم الظلم وافحش الذنب واشده واعظمه عند الله جل في علاه. فان الشرك ظلم عظيم، كما قال الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وقد قال الله جل في علاه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقضيه الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه ونفي الشرك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يقول الله اكبر عندما دخل مكه فاتحا، ويشير بالعصا على الاصنام ويعني يكسرها، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فالشرك من اعظم الذنوب، الشرك من اعظم الذنوب. لذلك لم يغفر الله جل في علاه، قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مآله الى الخلود في النار، مآل المشرك الى الخلود في النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكبر الكبائر الاشراك بالله، وهي اعظم الكبائر كما قلنا، وهي اظلم الظلم، انها وضع الشيء في غير موضعه، وهي صرف العباده لغير الله جل في علاه. والشرك انواع: شرك اكبر، وشرك الاكبر، شرك في، او شرك انواع ثلاثه: هو شرك في الاقوال، وشرك في الافعال، وشرك في الارادات والنيات. ولا يقال المساله دائره فقط على الاعتقاد، بل مساله الشرك ومساله الكفر دائره على الثلاثه. شرك الاقوال ان ياتي بقول شرك، كالقسم بغير الله جل في علاه فهو قول شرك هو الان، كالاستسقاء بنوء كذا هذا قول شرك هو الان. والافعال ايضا، والشرك في الافعال كان يسجد لغير الله جل في علاه، او ينذر لغير الله، او يذبح لغير الله، هذا ايضا شرك في الافعال. وشرك في الاعتقادات كشرك النيات وغير ذلك من الشرك الاكبر او الاصغر. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكبر الكبائر الشرك بالله. قال: وعقوق الوالدين. طبعا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الشرك بالله، في دلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم فيه زجر على الوقوع في مثل هذا، الزجر في الوقوع على مثل هذا، لانه من اعظم الذنوب. قال: الا اخبركم باكبر الكبائر الشرك بالله. ثم قالوا: عقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أعظم الذنوب، عقوق الوالدين من أعظم الذنوب، بل هي حارمة الإنسان أو تحرم الإنسان من دخول الجنان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وأعظم القطع أن يقطع والديه. والبر بالوالدين اقترن بالتوحيد لأهميته، كما قال الله جل في علا قولا فصلا، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوالدين عندما جاءه الرجل يبايعه على الجهاد، قال بأنه ترك والديه يبكيان، فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال في رؤية: ففيهما فجاهد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس بالبر، قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أو قال: ثم أبيك، أو قال: ثم أباك، يعني بر أباك. فالحق، وطبعا هذه الثلاثة يعني الأحق بالبر أمك أبوك، فيكون خبر. الغرض المقصود بأن الوالدين لهما ما لهما من الفضل، ولهما ما لهما من السبب في حياة الابن. لذلك جعل الله تعالى يعني حقهما من أعظم ما يكون، وقارن حقهما بحقه هو سبحانه جل في علاه، دلالة على عظم مكانتهما. قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجعل البر بالوالدين من أعظم الطاعات، وجعل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وجعل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. والعقوق قد يكون بالقول أو بالفعل، أو يكون حتى بالإضمار. الله تعالى قال: ولا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولو كان كافرين، ولو كان كافرين. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، أد ما عليك وسلم لك حتى لو كان كافرين، فعليك بالبر والود، ليس الود المحبة، أقصد ود المعاملة، بالبر والإحسان واللطف والدعاء لهما ودعوتهما إلى الإسلام. فإن أبيا
فما عليك إلا أن تؤدي ما عليك، وبقية الأمر أن ما لك عند الله جل في علا. قال: وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكررها: وشهادة الزور وقول الزور. وشهادة الزور أي الكذب، شهادة الزور هي الكذب، يعني كان يشهد زيد على عمرو بسرقة وهو يعلم يقينا أنه لم يسرق، أو يشهد عمرو على عميس بالقتل ولم يقتل، كما ترى الآن، يعني ترى كثير من الذين على الساحة يعني اللي يظهرون كثيرا من الناس في يعني هذه الإذاعة المرئية أو في غيرها، وهم يعني يتهمون الناس جزافا كذبا وزورا، فهذه مش شهادة الزور، أما يقول فلان وفلان 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 وعلان، وهذه من شهادة الزور. فشهادة الزور هو الكذب، هو الشهادة بالكذب، شهادة بالكذب هي شهادة الزور. قال: ألا وشهادة الزور، ثم قالوا قول الزور. وأيضا هنا نرى بأن هناك فائدة، أن إما أن نقول أن العطف فيه مساواة، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فإما أن نقول العطف هنا عطف تفسير، وأقصد بالشهادة هنا القول، لأنها لا تكون شهادة إلا بقول، فيكون المقصود هنا قول الزور وكرره، أو نقول بالمغايرة، والأصل المغايرة. فأن نقول شهادة الزور، فشهادة الزور من أكبر الكبائر، وهو أن يكذب على أحد، وأما قول الزور وهو الظهار، لأن الله تعالى قال في الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهنا سماه الله زورا، فيكون المقصود هنا أن من أكبر الكبائر أيضا هو قول زور الظهار، والظهار من الكبائر، نعم، لأنه من الجاهلية، وكانوا يعني كانوا يعتقدون في الجاهلية بأن الظهار طلاق. لما ذهبت خولة يعني تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي تحسب أنه على أن الظهار طلاق، والصحيح أنه ليس بطلاق، لكن سماه الله زورا، فهو كبيرة، لذلك عليه الكفارة، والكفارة إن شاء الله تمحي هذا الباب، لكنه سماه الله زورا سبحانه جل في علاه. فيكون هنا المعنى والزيادة في الفضل، أنه قال: ألا وشهادة الزور أو قول الزور. هذا يرد، يعني قد نقول بأن شهادة الزور غير قول الزور، والأصل في العطف المغايرة، نعم هذا صحيح، لكن قد يرد علينا بما نقول بالسياق، قد يرد علينا بما نقول بالسياق. كيف ذلك؟ عطف عام بعد الخاص، نعم، لكن كيف يكون كما قلنا بأننا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. قلنا العطف قد يكون عطف تفسير، شهادة الزور أو قول الزور، وقد يكون العطف المغايرة هو على بابه وأصله، إذ الأصل في العطف المغايرة، إذ الأصل في العطف المغايرة. وقد يرد علينا إذا قلنا بالمغايرة وقلنا بأنه الظهار، يرد علينا أن السياق يرد علينا، كيف ذلك؟ سؤالي هنا: كيف أن السياق يرد علينا؟ جهاد يقول أن قول الزور يعم الشهادة، شهادة الزور وغيرها، جيد، بس انظر إلى المك. بقارنها مع الشرك والعقوق، لا لا لا، هو ليس نفس المتن، لكن هي روايات أخرى في الصحيحين، يعني ما أدري تعرفونها أم لا،
شوف، هو في رواية أخرى قال الراوي قال فما زال يكررها حتى قلنا نيته سكت. فما زال يكررها، هنا اللفظة التي تبين لك ما يرد علينا فيما قلنا بالمغايرة. فقال ما زال يكررها، قول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، وأيضا قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. فهنا الراوي أعلم بما روى عندما يقول ما زال يكررها ألا وشهادة الزور ألا وقول وقول الزور. إذن صارت 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 واحدة هنا. فيبقى إذن الصحيح الراجح في ذلك بأنه المقصود بها الشهادة وليس المقصود بها القول، وهو مسألة الزهار. ولكن قد نقول لأننا مع الأصل، والأصل في العطف المغايرة. وهنا الحديث أصل الحديث هنا، والكلام المقصود لبابه هو الكلام على شهادة الزور، وأن شهادة الزور هو الشهادة بالكذب. وهذه الشهادة بالكذب من أكبر الكبائر الأمور. أما الشرك فعلمنا أنه أظلم الظلم، والعقوق كذلك أنه قرن بالتوحيد. أما شهادة الزور لما هي أكبر الكبائر الأمور؟ الأمر الأول أنه أتى كذبا، أتى كذبا. والكذب كما قلنا الكذب ما زال بالمرء، الكذب يؤدي إلى فجر الإنسان، وفجره يؤدي إلى النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا السبب الأول على أنها من أكبر الكبائر الكذب، ولأن الكذب من الصفات والخلال التي يبغضها الله جل في علاه. وأيضا من الأسباب الثانية التي تجعل شهادة الزور من أكبر الكبائر، ففيها تعدي الضرر على الغير، فيها تعدي الضرر على الغير. فلذلك إن كان الضرر يرجع إلى ذاته فهذا بينه وبين ربه جل في علاه، وقد يعني يعفى، لكن الضرر للغير فلذلك عظم الذنب في هذا الباب. فإذا شهادة الزور فيها تعدي الضرر على الغير، وفيها الكذب، وفيها أيضا بأنه كما قال علماء هنا بأنه أيضا يغري الناس إلى التجرع على شهادة الشهادة بالزور، يغري الناس إلى الشهادة بالزور. وفيها أيضا من الكبائر أنه يأخذ أموال الناس بالباطل، يأكل أموال الناس بالباطل، لأنه يستبعد أن شهادة الزور تكون تبرعا، يستبعد أن تكون شهادة الزور تبرعا، بل هم أشخاص يستأجرون. شهادة الزور فيها منافع مادية أصالة، فهذا الذي يشهد زورا يستأجر على ذلك، يأخذ مالا وحتى يشهد شهادة الزور. وهذه أيضا التي جعلتها من أكبر الكبائر، هذه التي جعلتها من أكبر الكبائر. فالحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. هذه الثالثة التي نقول بسببها كانت من أكبر الكبائر، قرنها وهي في دلالة الاقتران، قرنها الله جل وعلا بالشرك بالله. لذلك قال ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا شوف انظر هنا يبين ويدلل، ولأنه قال إني أوتيت القرآن مثله معه. نعم، فيها من الظلم ممتازة، ما تعدي الضرر على الغير فيها من الظلم. قال الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال الزور هنا الشرك، المقصود بقول الزور هنا الشرك، يعني في قول صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، أي جعلت الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك بالله، هي مقترنة بها بدلالة الاقتران. فلأن الذي صرف العبادة لغير الله جل وعلا كذب في ذلك، وقد قال الله ما لا يعلم بأنه جعل أحدا أحق من الله أو يشارك الله تعالى في حقه وحق الإفراد بالعبادة سبحانه جل في علاه. فاجتنبوا قول الزور، يعني قول الكذب الشامل شهادة الزور وغيرها. وأعظم الزور وأعظم الكذب الكذب على الله جل في علاه، وأعظم الخيانة خيانة على الله جل في علاه بصرف العبادة لغير الله جل في علاه. لذلك قال اجتنبوا عبادة الأوثان، فهي رؤوس الرجس، اجتنبوا عبادة الأوثان فهي رؤوس الرجس. واجتنبوا قول الزور، يعني كل قول الزور سواء كان شركا أو غير شرك، سواء كان شركا أو غير شرك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويبقى بابا واحد، أعتقد يبقى باب واحد فقط، وهو حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وإن شاء الله يكون انتهى الباب. غدا بإذن الله ينتهي باب الشهادات، بإذن الله غدا ينتهي باب الشهادات، وبعده ينتهي باب الرؤية بإذن الله، بإذن الله ينتهي البابان في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: سد الذرائع أصل من أصول الدين، حتى لا ندخل في كثير من المسائل التي منتهية، هي منتهية. سد الذرائع أصل من أصول الدين، من وين هذه؟
من وين سد ذرائع؟ وإياك يا محمد. نعم لا تقول شهادة الخائن ولا الظنين، جزاك الله خير. باقي الحديث بأسري، ولأنه حديث ما يعني فيه متروك ما وقفت عنده كثيرا. نعم ممتاز ممتاز يا بشار. دلالة الاقتران معتبرة بالقرائن، دلالة الاقتران معتبرة بالقرائن. عجيب هذا، مقترنة بالقرائن معتبرة بالقرائن. نعم دلالة الاقتران ضعيفة أصلا والقرائن تقويها، وهنا دلالة الاقتران قوية، دلالة الاقتران قوية في قول الله تعالى ألا أخبركم بأكبر الكبائر، هل الإشراك بالله، عقوق الوالدين، شهادة الزور، وفيها عمومات وفيها عموم وخصوص. هناك لفتة عظيمة جدا في الاقتران أيضا بين شهادة الزور وبين الإشراك بالله الذي فعلها. أنا أقولها عشان أنا هعقف طويلا فلا أقف طويلا. خيانة الغير بقول بالكذب، خيانة الغير بالكذب عليه سبيل إلى خيانة الله الذي فعلها. خيانة الغير بالكذب عليه، وأنا الآن أقيد، ليست كل خيانة، خيانة الغير بالكذب عليه سبيل إلى خيانة الله الذي فعلها في التعامل بينه وبين الله. نعم هذه الفائدة التي تأتي يا بشار، إذا نأخذها منك بنصها حتى تفوز ونفوز، بأن الكفار شهدوا على ربهم بالباطل، كذبوا عليه، الله المستعان. أن الكفار شهدوا على ربهم بالباطل، وذلك قال فاجتنبوا قول الرس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم. السنة والقرآن قرينان يتلازمان لا ينفكان، قرينان يتلازمان لا ينفكان. من أين هذه؟ طيب أنا أأتي بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدلت شهادة الزور إشراقا بالله، ثم قرأ، ثم قرأ الاستدلال بقول تعالى. ممتاز يا دكتور تامر، ممتاز. هذه البراعة يعني أهل الأسكندرية، أنا لابد أن نمدح بعض الشيء في أهل الأسكندرية الذين لهم ما لهم من الباع ولهم ما لهم من الإتقان. والله يعني افتقدنا المجالس بين إخواننا وأحبابنا هناك، نسأل الله أن يرد الخير ردا جميلا، والحق أن نقول منعنا أو منع منا هذا الخير بأيدينا. نعم بيدي لا بيدي عمر، والله بيدي، والله بيدي، بيدي لا بيدي عمر، ونسأل الله أن يغفر لنا وأن ييسر لنا أمورنا جميعا. طيب يعظم الأمر بعظم ضرره، يعظم الأمر بعظم ضرره، من وين هذه؟ يعظم الأمر بعظم ضرره، من وين؟ ممتازة لفض فوق. نعم وهذا من شهادة زوتة عن الشرك، والرواية الأخرى تبين لك ذلك أنه كان ممتازة أو ممتاز. نعم وده يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثة، ويدلك على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رواية الصحيح كان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس، قال ألا وشهد الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. نعم إذن هذه يعني نهاية الفوائد، وفي أسئلة تحت أمركم، رزيت من جنة جميعا. هل يمكن أن نستدل على رد شهادة الجراحين؟ من أسقط العلماء وتجرأ على جرحهم فإنه لا يقبل، لا تقبل شهادته فيهم، لا تقبل شهادته فيهم. جهاد يقول أن من الفوائد أن راوي حديث شهادة الزور إيش؟ أكمل. طبعًا 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 هو عامة يعني هذا يفرق بين الرواية وبين الشهادة، لأنه لما جلد في الشهادة لم تقبل شهادته، لكن باتفاق قبلت روايته. ده هذا من باب التفريق بين الرواية وبين الشهادة. جزيت الجنة. أم علي أكمل السؤال طب حتى أجيب عنه. بشار يقول كيف نجمع بين كون شرك كبيرة وبين قول؟ لا تأثم بل لها أجران بإذن الله. الذي يقرأ القرآن وماهر فيه فهو مع الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع فيه وعليه شاق فله أجران، بل 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 تؤجر على ذلك بإذن الله. أكمل سؤالك بشار، كيف نجمع بين كون الشرك كبيرة وبين قول إيش؟ الحق هنا في قولهم الشرك أكبر من الكبيرة عندما تقترن بالكبائر الأخرى، وإلا فهي كبيرة، وعند المقارنة فتكون أكبر الكبائر، كما قال سلم أكبر الكبائر. نعم هل قول سلم عدلت شهادة الزور بالشرك بالله؟
يكون في أمور الدنيا، يعني كيف يكون في أمور الدنيا؟ يعني هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عظم الإثم فيها يعدل عظم الإثم في الشرك. لا، باتفاق بأن شهادة الزور وقول الزور لا يكفر بها صاحبه، باتفاق، هذا بإجماع لا يكفر. فلا يكون الاقتران هنا بمعنى أنه يخلط في النار، لا، بل هو في المشيئة، بل هو ابتداء في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. نعم. هل يحمل قول الزور على الكذب عامة للظهار؟ نعم، على الكذب عامة، والظهار ينزل تحته، الظهار ينزل تحته، لأن الظهار نوع كذب، لأنها مش أمه، ليست بأمه هي، فهو نوع كذب، أخبر بخلاف الواقع، فهو يصدق عليه الكذب. لو سئلت عن أخت عن أخلاقها، نعم، وأجبت بعكس الذي أرى، إن شاء الله لا تقولي عن نفسك ذلك، قولي لو سئلت إحداهن عن أخت عن أخلاقها وأجابت بعكس الذي ترى لتتزوج وتهتدي، هل يكون شهادة زور؟ نعم، غررت بالآخر، لست أنت يعني، غررت هي التي تفعل ذلك بالآخر. هي لو تراها جيدة تقول هي جيدة، وإن كانت عصبية جيدة، وإن كان يعني الصدق معها ليس بكامل، يعني هذا الذي يقال. والحق أصلا رأس مال المرأة عشان تقبل زوجة الأخلاقيات فقط، أصول أي شيء عند امرأة، لا الالتزام ولا الخمار ولا النقاب ولا، وكل هذا خير طبعا، خير وخير وخير، لكن كل هذا ليس معيارا بحال. المرأة فقط تساوي خلق حسن أو خلق سيء، لأن المرأة الصالحة في البيت بركة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، يقصد ذلك صاحبة الأخلاقيات العالية، لأن صاحبة الأخلاقيات السامية يأتي الالتزام عليها فيجعله يتجلى، يجعل له بريقا فيثقله. لكن إن كانت يعني التزمت وليس عندها أخلاقيات، ففي بعض الأحيين كما مررنا جميعا بهذه الأوقات بأنه بيخف الإيمان أو يتراجع المرء لبعض الشيء، فهنا الأخلاقيات السيئة مصيبة. فإن كانت النية طيبة كما تقولين بأنه لتتزوج لابد أن تظهري حتى ما يكون، لأن المستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المستشار مؤتمن، فلابد أن يظهر ولا يظهر كل شيء يعرفه، يظهر إن كانت المرأة لا يصح أن يتزوجها، يظهر فقط ما ينفر عنها ويسكت، ولو زاد ممكن يكون قد اغتاب. المسألة ليست بالهينة. طبعا هو محمد أتى بالستة الاستثناءات التي استثناها الإمام النووي في الغيبة، لكن لابد أن نقول بأنه إذا إذا إذا, إذا سئلت عن امرأة وتعرف اعوجاجها وهي لها اعوجاجات، فيكفي في الاعوجاج فقط الذي ينفر وتسقط عن الباقي، وإلا تصير مغتابة. نسأل الله أن 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 يجمع بين الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ونسأل الله في عليائه أن يرضى عنا وعنكم، وأن يديم علينا هذه المدارس بخير وفي خير وعلى خير، وأن يصلح نوايانا، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، والعملة الزائفة لا تروج على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.